قال هل يجوز أكل الذبائح وشرب المشروبات التي تأتينا من الذين يعملون عيد الغدير؟ ما أنصح بأكل طعام أصحاب عيد الغدير هذا العيد البدعي التي ابتكره الشيعة على مدار كل سنة يحتفلون به في كل عام من ذي الحجة الثامن عشر من ذي الحجة، يحتفلون بهذا العيد البدعي مخالفين لأهل الإسلام، فليس ثم طائفة من طوائف أهل الإسلام ولا أمة من هذه الأمة أمة محمد تحتفل بعيد الغدير إلا الشيعة، وكلهم قد علموا ما قال رسول الله في ذلك الموضع وهو غدير خم، وقد كان راجعا عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع ثم مر بذلك المكان وهو ما يسمى بغدير خم، مكان خم فيه ماء غدير، فنزل فيه عليه الصلاة والسلام ثم وعظ الناس وخطب الناس وذكرهم بأهل بيته وذكرهم بكتاب الله وحثهم على التمسك بأهل بيته وحثهم على التمسك بكتاب الله وما فيه من النور والخير للناس والعوائد الطيبة بالعمل به والأخذ به، وذكرهم بأهل بيته وكرر التذكير بأهل البيت وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله، بعد أن قال أولا إني تارك فيكم شيئين كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قالوا أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فأخذ أهل السنة من أمثال أبي بكر وغيره هذه الذكرى، وكانوا يقدمون أهل بيتي على أهل بيتهم ويكرمون أهل بيته قبل أهل بيتهم، ويقول أبو بكر رقبوا محمدا في أهل بيتي، والله لأن أكرم أهل بيت رسول الله أحب إلي من والله لأن أصل أهل بيت قرابة رسول الله أحب إلي من أصل قرابتي، فاعتنت الأمة الذين سمعوا ذلك الكلام وحضروا المكان الذي خطب فيه رسول الله بالتذكير بذين الأمرين، وهكذا أهل السنة من بعدهم ممن يعملون بالكتاب والسنة استفادوا من هذه الذكرى التي ذكر رسول الله فيها أمته بكتاب الله وأهل بيته، وطعن الصحابة في كتاب الله وقالوا بأنه ناقص وما أنزل على محمد إلا ذاك الكتاب الذي كانت من آخر آياته في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهؤلاء يطعنون في هذا الكتاب وأنه كتاب ناقص، وقد اتفقت الأمة أنه هو الكتاب الحق المنزل على رسول الله وليس هناك شيء زائد موجود ولا شيء ناقص ذهب، بل الكتاب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكمل الله به الدين وأتم الله المقصود الذي أراده إيحاء أو أراد إيحاءه على محمد عليه الصلاة والسلام. اتخذ هؤلاء الضلال من ذلك اليوم عيدا على كل سنة يحتفلون في الثامن عشر من ذي الحجة بهذا اليوم ويسمونه بعيد الغدير، وليس لأمة محمد أعياد إلا ما قد حددت في الشريعة وحددت الشريعة، وما ذكر رسول الله يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وفي بعضها يوم الفطر عيدنا أهل الإسلام، وهكذا يوم الجمعة من الأسبوع عيدنا أهل الإسلام، وليس لنا أعياد تبتكر وتبتدع كما يبتدعها الشيعة الضلال المبتدعة، وهم لهم مغزى من هذا العيد كما قد علمتم، فإنهم يقولون بأن رسول الله قال فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، فجعل عليا بعده مولى للمسلمين، وإذا كان كذلك فهو خليفة المسلمين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن اشترى أبو بكر واشترى أولئك أصحاب السقيفة على علي فأخذ الخلافة منه، وقد قال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه في يوم الغدير، يقولون هكذا قال رسول الله، فجعل عليا مولى المسلمين بعده، وإذا كان علي مولى المسلمين فهو أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجرأ هؤلاء الصحابة في السقيفة سقيفة بني ساعدة وأخذوا الخلافة، وتآمر عمر وأبو بكر وحبكوها
حتى جعلوها لأبي بكر بيعة فظلموا عليا. كل هذا الاحتفال وهذا التكرار السنوي يقنعوا أمة محمد أن عليا هو مولى رسول الله أو هو مولى بعد رسول الله للمسلمين، فليس أبا بكر ولا عمر بل علي هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى المسلمين. وصار يكررون هذا العيد اعتقادا منهم أنه كانت فيه الوصية بعلي وكان فيه الاستخلاف لعلي رضوان الله تعالى عليهم، كذبوا لعمر الله، فإن رسول الله استخلف أبا بكر بعده بأدلة ظاهرة، ومنهم من قال نصوص، قالت فإن لم أجدك قال فأتي أبي بكر بعدي. واتفق الصحابة بالإجماع منهم على جلالة أبي بكر وأنه أحق بالخلافة أبايعه الصحابة أجمعون رضوان الله تعالى عليه، فهي بالنص وبالإجماع خلافة أبي بكر، ولا نعلم لعلي خلافة بالنص ولا بالإجماع، وإنما الخلافة كانت بالنص والإجماع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا خلاصة هذا عيد الغدير عيد بدعي، عيد يريد أن يستغل ويقرر الرافضة فيه أن علي مولى للمسلمين بعد رسول الله وهو خليفته، لأنه مولى للمسلمين بعد رسول الله فهو خليفته، وأن الخلافة كانت له وهو أحق بها، ولكنه افتئت عليه وظلم رضي الله تعالى عن علي، وكل ذلك كذب في كذب، فإن عليا بايع أبا بكر بعد ذلك، وإن عليا بايع عمر ورضي بخلافة عمر وما طالب بخلافته ولا شيء، طالب بميراث فاطمة إلى آخر ذلك، أما الخلافة ما طالب بها. ولا يعلم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه طالب بالخلافة وأنني مظلوم وأنني إلا في أخبار الشيعة الفجر الكذب على رسول الله وعلى الإسلام وأهله المزيفين للتاريخ، فليس لعلي رضي الله تعالى عنه خلافة بعد رسول الله، بل الخلافة لأبي بكر بإجماع الصحابة وبالنص، والنصوص كثيرة، استخلافه في الصلاة إشارة إلى الخلافة بعده، فإن رسول الله استخلف أبا بكر، وأرادت عائشة أن يجعل رسول الله غير أبي بكر يا أم الناس، فإن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يسمع الناس، وكان المراد من عائشة أنه ما تريد أن يتكلم في أبيها لأنه مكان في مكان رسول الله، فيحصل شيء من شمئزاز ربما منهم، ورسول الله موجود ما قد مات، فما يرضون بهذا أن يستخلف غير رسول الله وهو موجود، فأرادت أن يكون لجهة غيره حماية لأبيها حتى لا يشمئز بعض الناس ربما من إمامته، فقال لكم صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأصر على أن أبا بكر هو الذي يصلي، وكان الأئمة هم الذين يصلون بالناس، هذا الأصل، فهذه إشارة، وهكذا ائتي أبا بكر بعدي، هذا قريب من النص، فإن لم أجدك قال ائتي أبا بكر بعدي، هو الخليفة سيكون، هذا نص، وإن لم يكن نصا فهو قريب من النص أن رسول الله استخلف أبا بكر بعده رضي الله تعالى عنه، ولم يقل لها ائت عليا بعدي، مع أنه قال أنت مني بمنزلة هارون، هذا قرابة، منزلة قرابة، هارون أخو موسى، هذه منزلة قرابة، أنت مني منزلة هارون من موسى، لا منزلة استخلاف أن خليفتي بعدي. والحمد لله المسلمون في حيز، والشيعة الرافضة في حيز، فليسوا مسلمين، الرافضة ليسوا بمسلمين، الذين هم يستغلون عيد الغدير للطعن في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، والطعن في أصحاب رسول الله، بل هؤلاء النوكة عندنا في اليمن يجعلون بقرة أو نحو ذلك ويرمونها، ويقولوا ارموا عائشة، يرمون عائشة على أنها عائشة، ويعتقدون أنهم يرمون عائشة، هؤلاء نوكة صعدة ونوك اليمن وحمق اليمن، ويتعلمون الرماية في عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة ما أقيم عليها الحد، فهم يقولون نقيم عليها الحد الآن. كلبة، لا إله إلا الله، هذا شد يعني، جعلوا كلبة ويرمون عليها على أن عائشة يقام عليها الحد.
فهؤلاء ليسوا بمسلمين الذين يزعمون هذا، أنهم يقيمون الحد على عائشة ويصورونها كلبة. قاتلكم الله. فهذا إذن عيد بدعي، عيد محرم لا يجوز الاحتفال به، ولله در المسلمين لم يحتفلوا بهذا العيد ولم يعرجوا عليه، بل إذا جاء هذا العيد دمه خطباؤهم وحذروا منه تحذيرا بليغا، دول تحث على التحذير من عيد الغدير، جزاهم الله خيرا، خالفة ومباينة للرافضة الأشرار الأنجاس. ولهم تهنئات فيه، يهني بعضهم بعضا كما يهني المسلمون يوم العيد، يهني بعضهم بعضا، كذلك أيضا الرافضة في يوم العيد البعث بالبرقيات، برقيات التهاني، وعند اللقاء كذلك أيضا. فهذا مما يدل على أن الشيعة أبعد الناس عن الخير، وأنهم اختاروا لأنفسهم طريقا غير طريق أهل الإسلام، وانفردوا وتفردوا بأشياء، وهذا ربما يعتبر من الدون عندهم، عندهم بوايق أعظم من عيد الغدير تخرجهم عن الإسلام. فجزى الله خيرا بعض المسؤولين الذي نصح بالتحذير من عيد الغدير في بلدنا، يشكر على هذا التحذير والتعميم، وأنه يحذر من العيد، وأنه عيد بدعي مبتكر تفردت به الشيعة سنويا. وما أوصى فيه لا لعلي ولا لغيره، وإنما ذكر بأهل البيت فيه، كما في حديث زيد بن أرقم ولم يوصي بشيء لأحد عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يجوز أكل الذبائح التي تذبح في عيد الغدير، ولا شرب المشروبات، ذبائح بدعية قد تكون شركية، غير مأمون الرافضي أن يذبح لعلي أو يذبح لساداته وكبرائه وأوليائه، فلا تأكل ذبائح الرافضة. وهكذا في عيد الغدير لا تشرب مشروباتهم، فإنها مشروب وزع في يوم بدعة ولأجل البدعة. وتقدم معكم قول مالك رحمه الله تعالى فيما ذكر من نحو هذه المطعومات أو المشروبات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عجنوا تلك العجينة بماء غير بئر صالح، ناقة صالح، أمرهم بإهراق ذلك الماء وعدم الاستفادة من تلك العجينة، من تلك العجينة، لأنها عجنت بماء لا يجوز استعماله من تلك الآبار الموجودة غير بئر صالح. وهذه ذبائح ذبحت في يوم لا يجوز أن تذبح فيه تعبدا لله، حتى لو كان تعبدا ما يجوز، هذا اليوم لم يجعل عيد حتى يتقرب بالمناسك فيه، ويجعل مثل عيد الأضحى، هذا يوم ليس للقربان، قربان المناسك والتخصيص. فعلى هذا يعلف ما يأتيك من جهة الرافضة من الذبائح، وما يأتيك من جهة المشروبات، فتعلف به البهائم وتسقى به البهائم، فلا تأكل منه قليلا ولا كثيرا، فهو طعام قل أحواله وشراب بدعة، طعام بدعة وشراب بدعة. وما كان كذلك فقد نهى رسول الله عن أكل الصحابة واستعمال تلك العجينة والخبز بها، لأنها عجنت بما لا يجوز استعماله، فقال لهم اهريقوا هذا ولا تستفيدوا منه. لا نغفل عن الدعاء على الرافضة، فإنه يحصل منا ربما غفلة، علينا أن ندعو جميعا، فلعل فينا رجلا صالحا يستجيب الله دعاءه في هؤلاء المجرمين، آذوا المسلمين، طعنوا فيهم وتآمروا مع أمريكا، وأرادوا أن تسد بقية المنافذ على المسلمين بمثل تلك الحركات التي يفعلونها تآمرا مع أعداء الإسلام. وأمريكا تشيد بهم، وأنهم قد أصابوا لنا سفينة وأصابوا لنا كذا، والله ما أصابوا شيء إلا شيء خردة ما أرادوه من أجل يصدق الناس أن الرافضي يحارب أمريكا.
هيهات أن يحاول الله لا تحرق صنعاء بمن فيها غير مبانية بالمسلمين أصلا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، لكن تعرف إنما هي تمهيدات لما تريد أمريكا. فلعبة أمريكا مفضوحة عند المسلمين والله الحمد، خصوصا في اليمن. اليمن الرافضي مبغوض، ممكن تستعمله في غير هذا، أما اليمن الرافضي مبغوض، فجرائمه لا تنسى التي فعلها في أبناء اليمن. الحمد لله ما يحب أهل اليمن، وإنما يفرض نفسه بسلطة فقط وبالحديد والنار. أما أنه محبوب فهو مثل الحزب الاشتراكي عندنا، كثير من عقلاء اليمن الجنوبي ما يحبونه، يعرفون ما الحزب وما عليه من العياذ بالله الاستحواذ على أموال المسلمين والسيطرة على ما يخصهم. هذا المغتربين لا يأتي مغترب إلا ويؤذى في المطار ويؤخذ ويصادر عليه أشياء ومسكين اشتراها ويبيعها في المطار، حق الناس، يبيعوا حق الناس في المطار. ولا أيضا كذلك ناهيك عن البيوت التي كان يأخذها على الناس، من له دورين دوران أخذ دور عليه وأعطاه دورا واحدا، وناهيك عن الدكاكين والمحلات التي أممها كثير كثير سيطر، جاءت الوحدة فرج، فاستردت أموال الناس فصار الناس أغنياء بعد فقر، فباعوا أراضيهم في الشحر وفي المكلا وفي عدن، واستردت دكاكينهم ومحلاتهم وبيوتهم أدوارهم الأعلى والأسفل كلها ردوا لهم. والوحدة ما هي طيبة، نحن ما نحن مع الوحدة ولا نحن مع الحزب، لكن الخير يعرف، وأن الفرج جاء بهذه الجهات. لما ذهب هذا المجرم الاشتراكي سيذهب الرافضي ويلعنوه الناس، تتبعه لعنات المسلمين، يبغضون هؤلاء المجرمون الذين هم يحاولون يضغطون الناس، ما في حد يحبهم. والناس مشكلة والله، أن الولاة الأمور الذين يرحمونهم يتجرؤون عليهم، والذين يضغطونهم يدسوا رؤوسهم مثل النعامة ويمشوا بعدهم مثل الغنم. والذي يسع لهم مجالا ويرحمهم ويتفاوض معهم يتحاور معهم يطلعوا عليه يركبوا عليه. فينبغي لولاة الأمور أن لا يتركوا درة عمر بالعدل، من يستحقها، من يستحقها لا يتركوا معه درة عمر، ومن لا يستحقها لا يجوز. ولا ينبغي لهم أن يتركوا صرامة وحزم أبي بكر الصديق، هذا أمر لابد منه، ما يعيش والي أمر أبدا مع هذه الشعوب إذا كان يرخي لها العنان، ما يعيش سيقومون عليك ويتطاولون عليك، لابد من تأديبهم بالحق لا بالحرام والجرأة والعياذ بالله البغي، بالحق يؤدب كل من أرادها عوجا يؤدب، إما بسجن أو بضرب أو بإخراج من البلاد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ما هم أهلا يبعدون عن الناس حتى لا يحصل ضرر بهم.